مشاهدينا مكملين معكم وضيفي بهالفقرة استاذ جوزيف نخلي مدير قسم التكنولوجيا في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بلبنان. أهلا وسهلا معنا استاذ جوزيف. صباح الخير. قسم التكنولوجيا هالقسم يلي شوي شوي عم يتطور وبعتقد لازم يمشي بسرعة أكثر، يمكن السنتين ثلاثة اللي مرقنا فيهم بسبب الكوفيد وبسبب الوضع وقف شوي من هالتطور السريع اللي لازم كان يكون أسرع بكتير حتى نلحق التطور العالمي. أين المدارس الكاثوليكية؟ عم نحكي سنة الجديدة إن الله راد، بما أنه السنة خلص طبعا. من تطوير كل مجالات التكنولوجيا يلي هي المستقبل يلي بعتقد سبقونا شوي بعدة بلدان أكتر. بداية بدي صبح لك يا أهلا وسهلا فيك مريم تيجي على جميع المشاهدين. المدارس الكاثوليكية سبقنا من زمان بقصص التكنولوجيا، ما أني يعني أنا الشخص اللي بدي أقول إنه جيت وعملت شيء، لا، أوريدي كان في أرضية موجودة ولا زالت عم نعمل جميعا كلنا سوا كمجموعة لأنه نطور. هلا طبعا كان في إمكانية إنه نستفيد من المرحلة السابقة ونحط جهود أكثر ونستثمر بقطاع التكنولوجيا أكثر، لأنه العالم رايح يعني في ما بدي انحراف في اتجاه كامل على دخول التكنولوجيا أبواب المجتمع والعمل من بابه العريض. إذا هذا صار شيء واقع على الأرض، ما عاد في مهنة مش داخل فيها التكنولوجيا، ما عاد في أي شيء بنعمله بحياتنا اليومية مش داخل فيه التكنولوجيا، بدءا من شخصيتنا اللي هي اليوم السيلولار برفقنا وين ما كان، حياتنا صح. كل البزنس تبعولنا، كل أسرار تبعولنا، كل صورنا، كل شيء بهالديفايس الصغير اللي مرافقنا، واللي ما عاد فينا نتخلى عنه بال 24 ساعة ساعة حد هالدرجة. يمكن ابتداء من شهر الجين نتخلى شوي عنه. وجهة نظر طبعا. فمن هون المدارس الكاثوليكية كانت مواكبة، واجت كورونا اللي هالجائحة اللي ضربت العالم كله سوا لتثبت ضروري نحن هالتأخر اللي شوي هيك البطء كان بعملية الدخول الأبواب التكنولوجية أو العملية التكنولوجية، انه نحن لازم نعمل خطوات متسرعه شوي او سريعه، نتسرع اكثر اسرع شوي حتى نقدر نرجع نخوض ونلحق ما فاتنا من التكنولوجيا التعليميه والتكنولوجيا التربويه. من هون بهالفتره بالذات كانت فرصه وكانت اختبار انا بسميها، مش بس للمدارس، لانه قطاع التربوي مثل ما بنعرف هو كذا بارت، يعني في عندك الاداره المدرسيه، عندك الاساتذه، عندك الطلاب، عندك الاهل. وهون كان في ريزيستنس ببعض الاوقات من بعض هالبارت اللي هن شركاء بالعمليه التربويه. بهالجائحه سقطت كل اشكال الريزيستنس والمقاومه طبعا، والحاجه فرضت حالها ودخلوا الكل بهالكومبينيشن اللي صاروا كلهم سوا متناغمين سوا. وفيني اقول نحن اليوم عملنا خطوات كثير متقدمه، ما وقفنا بفتره كورونا، وطبعا القسم التكنولوجيا بعده عم يواكب اليوم، واليوم جايين نحكي بانجاز نوعي مش انجاز بسيط، انجاز جوعي نوعي بدا من 5 سنين. اليوم من السنه الماضيه حصدنا جزء كثير مهم وهلا بنحكي عنه، والسنه عم نحصد كامل الجوائز وكامل الاكسبوجر والتالق. برافو. في كثير اهل استاذ جوزيف كانوا مستنظرين انه مع عوده التلاميذ الى المدارس يرجعوا من دون اللوح، نرجع على الايباد مثل ما كانوا بالبيت تعودوا، خلص تكونوا نقلتوا كومبليتلي يعني على التكنولوجيا. كنا عم نشوف صار في مدارس كانوا كل التعليم عندهم عم بيصير على الايباد واكيد وعلى التابلت، خلصنا من قصة اللوح وقصة الهي، كله على بيجوا دفواريتهم، بيجوا نقاطهم، بيجي كل شيء باي ميل. طبعا هلا هيدي البارت كانت تستفيدوا يمكن بعدها موجوده بدنا نفصل بين العمليه التعليميه بالذات بين العملية الإدارية. اليوم إداريا المدارس كلها بأكملها صارت يعني شبه ممكننة، صحيح. وهذا بعض العلامات عم بتروح، وبعدها إذا واحد بده يزيد additional resources يعني يعطي للطلاب إضافات من فيديوز من قصص بيقدر يبعثهم بالعملية التكنولوجية. ولكن كمان نحن اكتشفنا بجائحة كورونا أنه الدايركت كونتاكت، التعامل مع التلميذ بشكل مباشر كتير مهم. صح. من هون الاتجاه اليوم
مش نروح على المكنن الكامل للعملية التربوية، نروح على نصفية المكنن، يعني نخلط هالعملية إذناً بالمرحلة القادمة يكون عندنا أجيال وأهل كمان متمرسين بالعملية التكنولوجية تنقدر نخوض العملية بكامل صفاتها. يعني بسرعة تعلموا الأهل مع أولادهم طبعاً، جبروا لكن مش يعني كافي، ما يعني فيش كافي. لأنه اليوم التلميذ بيقدر يستوعب، عنده قدرة اليوم أكثر من بالتكنولوجيا الأب. متطورة أكثر من نعم الأهل، نعم قادر يسبقهم، قادر حتى يتحايل عليهم بقصص معينة. الأهل منهم مواكبين العصرنة بشكل كامل، وهيدي للأسف الإشكالية، يعني بتطرح إشكالية كتير كبيرة وبدها عم نشغل عليها بدراسات كتيرة، إنه لازم الأهل تعملوا دورات في المدارس الكاثوليكية للأهل. إيه طبعا اليوم ما بدي أقول هون أصلا، لأقول إنه الوضع الاقتصادي كمان فارض علينا قيود، لأنه هالعملية التكنولوجية بدك تمويل لها. عم نجرب نجيب تمويل من الخارج، ونتشكر كل الدونرز اللي عم يساعدونا والشركاء الخيرين، واليوم كمان بنطرح الصوت هلا بعد شوي بدنا شركاء خيرين كتير لحتى نقدر نبعث هالنجوم المتألقين تيشاركوا بالمسابقة العالمية. يلا انا وبالتالي خبر عنهم. العملية الاقتصادية شغلة أساسية نعم بالتكنولوجيا. للأسف. وبدي أقول هيك بتوين براكت، إنه معظم المؤسسات التعليمية والتربوية بالعالم، عم نحكي العريقة والمتطورة جدا، تقريبا اليوم 60% من ميزانياتها هي ميزانيات تكنولوجية. نحن اليوم بهالوضع احنا مأخرين الوضع شوي. الاقتصادي الموجود، يعني صار المتقدم هو الهم التربوي التعليمي للطالب او التلميذ، مش الهم التكنولوجي. بدنا شوي نحط التكنولوجيا، بدنا اياها بس، ولكن عم نحطها شوي هيك بكادر معين، لانه الوضع الاقتصادي لا يسمح لا للمؤسسه التربويه لا للاهل المشاركه بفعليه بهذا الموضوع. على بدنا أمل يا نتقبل أستاذ مقتول العمليه كلها هالأزمة كتير يعني ان شاء الله. نحن بنقول رح نتكل على تصير ربنا، خاصة مدمرة بعد شوي. بالمدارس الكاثوليكية والشرع الكاثوليكية، هي الاتكال دائما على الله أكيد والتوفيق من بكل فوق، حياتنا لأنه أكيد هون نحن أكيد بهالبلد ما عاد عندنا توفيق من محل، فبدنا الله يساعدنا إن شاء الله يا رب. يلا لكينا مدرسنا الكاثوليكية حصدوا جوائز كثيرة مؤخرا، خبرنا شوي عنهم وين رح يروحوا، كيف بدنا يعني نخلي اسم لبنان أكثر وأكثر يكون داخل بين المتفوقين. طبعا. اول شيء بدي اشير لشغله، لاهميه المسابقه، لانه اليوم لما بتعملي انجاز بتقدري تعملي انجاز بحدث صغير متوسط أهمية الاهميه، وفيكي كمان يكون في حدث كتير كبير بيفرض حاله، المشاهدين يعرفوا عن شو عم نحكي والاشخاص، لانه ما تضل هيك بضبابيه العمليه. اول شيء هالمسابقه هي بتخوضها او بتنظمها شركة مايكروسوفت العملاقة بالعالم، خلص مجرد ما يعني تحكي شركة مايكروسوفت. مايكروسوفت نعم اللي هي اليوم داخلة بكل دول العالم، بكل وزارات التربية بالعالم، بكل القطاع التربوي برافو. بالعالم. من هون عم نحكي بمسابقة شاملة على مستوى العالم أكمل، حلو يعني اليوم في أشخاص أو مدارس أو بعض الجمعيات أو whatever، ما بدي مش عم بقصد بكلامي حدا معين أو قلل من قيمة الإنجازات اللي بيعملوها، بس بيسافروا على مسابقات عالمية بيكونوا مشاركين فيها 40 50 مدرسة، 100 مدرسة عم نحكي let's say، وبيجيبوا جائزة. هون الحدث نسبة proportional، يعني إذا بدي لأن أجي العالم المقاسات هدول العالم. العملية نعم في إمكانيات المنافسة يعني عادلة وبسيطة. اليوم لما عم نحكي إنه مسابقة عالمية بكل دول العالم، عم تكون فيها مشاركة من المدارس الأكاديمية، المدارس التكنولوجية، مدارس التكنيك، حتى الجامعات فايتة فيها، حلو والرسمي والخاص. إذا حلو حطي أرقام خيالية يا ريت من فعلا. المدارس بالعالم كلها أكيد سوا عم تشارك، يجي اليوم ثلاثة على مستوى لبنان من المدارس الكاثوليكية ياخذوا المراكز الأولى برافو بالوورد إكسل باوربوينت، برافو. ونحصد 7 مراكز من 9 مراكز على مستوى لبنان. يعني هيدا شغلة لبنان يعني، وين كان. يعني في سيطرة كاملة على المسابقة من المدارس الكاثوليكية. وبدي أشير أكثر إنه نحن السنة الماضية نجح عنا كمان شخص من مدرسة سانت تريز أميون، وما صار ما قدرنا أعطيناه كرموه مثل ما لازم الإكسبوجر اللازم ونعمل الشغل ولدنا اللازم. الصغار إيه نعم، حبيبتنا. اليوم الشباب اللي عمره بين 10 و14 سنة هن الليدرز اللي قادمين، وهن برافو
فنجح وراح على المسابقة العالمية وأخذ المركز الرابع عالميا سنة الماضي. نحن كنا حلو. سنة الماضي حاجزين بالباوربوينت المركز الرابع عالميا. حلو. مش عم نحكي على مستوى لبنان. حلو. هلا نحن عم نعمل هالدعايه وعم نيجي نحكي عن الحدث اليوم لانه عندنا ثلاث اشخاص بنبعتهم على المسابقه العالميه، عندنا شانس اكثر ثلاثه يروحوا، بلكي نقدر نحقق انجازات اكثر. هلا بلشتوا عملتوا هون بلبنان بالاول فلتراج، طلع عندنا ثلاث اشخاص على مستوى لبنان، مش على مستوى المدارس التركية، على مستوى لبنان، وفي مشاركه جامعات ومدارس، مش عم نحكي بس مدارس. برافو. وهالثلاث اشخاص هن اللي رح بيشاركوا بمسابقه المايكروسوفت. هلا نحن عندنا 7 من 9، السبعه من 9 بيقدروا يروحوا يشاركوا. برافو. حتى نطرح للعمليه الاشخاص بشكل نوعي، هن 3 اوائل هن عندهم الامكانيه اللي هي الشركه بتضمن لهم، هود محجوزين اماكنهم فيهم يروحوا، وعندنا الباقيين ان كيس نحن قدرنا امنا لهم التمويل اللازم للسفر فيكم تبعتهم، كمان فينا نبعتهم او اهاليهم حابين يمولوا عمليه السفره والعمليه الماليه اللي بتكون للتكاليف. وين؟ رح بتكون بكاليفورنيا. بكاليفورنيا بيو اس اي، هونيك بتصير المسابقه العالميه. من هون بدي اطرح الصوت عالي لكل الخيرين، للناس اللي ممكن تساعدنا، لانه نحن عندنا 3 تشامبيونز تقريبا ما يقارب كلفيتهم روحه ورجعه والمنامه على 7 8 ايام مع قصص اللي عم بتصير والمشاركات، بدها تكلفنا شي 25,000 دولار لثلاث اشخاص. هيدا لثلاث اشخاص، اذا السبعه عندنا كلفيه اكثر. بدي اطرح الصوت عالي من هون بهالزمن الصعب، نتحد كلبناني، لانه هذا الانجاز انجاز للبنان اكيد. لما السنه الماضيه بيمثل شخص من تلاميذ المدارس الكاثوليكيه بيكون الرابع عالميا، هذا فخر للبنان بهيك مسابقه، هذا انجاز نوعي، منه انجاز عم نحكي بالكم او بال 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 بالحجم اللي محزور. هو مقبول. نعم. لا نعم. عم نحكي بشيء على مستوى العالم كله، لمسابقه صار لها اكثر من 10 سنوات تخاض بالعالم كله سوا، ونحن بنعرف المنافسه ما عم تتم مع دول متواضعة مثل لبنان. نعم. عم تتم مع تشاينا، مع ناس متقدمة تكنولوجيا، مع ناس من تايوان، مع ناس من كوريا، مع يوروب، مع كل يو اس اي، يعني عم تحكي مع ناس متقدمين علينا تكنولوجيا باشواط. حلو. فهيدا ان دل على شيء، وهون بدنا نقوله بصريح العبارة وبالصوت العالي، ان دل على شيء يدل على مستوى التعليم والتربية في المدارس الكاثوليكية. يلي الحمد لله عم ينعمل كل شيء حتى يتحطم هيدا القطاع، ولكن الحمد لله بفضلكم، بفضل وعيكم، قادرين انه تضلوا مسيطرين وقادرين تخلوا المستوى. وهلا بعدنا عم نحكي كنا بالنسبة للتقديم الرسمي يلي هو ضروري فقط حتى نترك المستوى لتلاميذنا يلي بدهم يظهروا لبرا، وحتى يقدر ينعمل كمان فلتراج يلي بده يروح على المدارس. طبعا شغلي اهميه، والتقديم من هون من منبرك بقول تقديم التروازام منا عمليه كثير قالوا انه ليه ما بينلغى وما له لزوم بقى، لا شغله اساسيه ومفترق طرق اساسي، لانه المفروض انه نحن بهذا المستوى وبهالاعمار نقدر نفتح مسارات جديده للتعليم من التكنيك وغير التكنيك بدءا من هذا المستوى، ومن هون اهميه شهاده التروازام تثبيتها لفتح مسارات جديدة للطلاب المتعثرين أو الطلاب اللي عندهم ضعف بالمستوى التعليمي. وهذا مش عيب، لأنه ما فيك تقولي كل الطلاب أذكياء، هذا ربنا خالق كل واحد بمستوى ذكائي معين، نحن علينا نكون عندنا حسن التدبير ونوجد لكل تلميذ له محل بالعالم والمجتمع تبعه. أكيد. ما في ولا حدا الا ما بيكون عنده تفوق بمكان ما بموضوع ما، اذا ما كان اكاديمي يمكن يكون فني تقني. صحيح. وضروره التقنيين اليوم عم نشوف يعني حاجه ماسه، حاجه ماسه، والحمد لله هن اكثر ناس هلا عم يشتغلوا حاليا. صحيح. لانه هودي الاشياء ما بتوقف 100%. طبعا بنقول الاشياء ما بتتوقف، صارت القصص للتجدد، فيك تلغي كثير اشياء من حياتك، ولكن ايه صحيح، والتجديد مش ممكن، بدنا نروح على التصليح، ما متوفر. فما يزعلوا الاهل، بتعرف الاهل كثير بيزعلوا انه ما نجح بالبروفي بده يروح على التقني، بعد ما قدروا تخطوا هالفكره انه يلي بيروح على الايكال تكنيك هن مؤهلين انه يصير عندهم مستقبل كثير منيح. هون انا الفكره بعدها هون بدي اطرح الاشكاليه، مش الحق على الاهل، مدام قلت الاهل معهم حق هون بنوع ما، لانه نحن بالمسار التربوي تبعه الدوله اللبنانيه
ما لم ينصفوا بتمشوا. قطاع التكنيك بشكل، يعني احنا بنعرف بالمانيا اللي هي اكبر دوله فيها اهم شيء تعليم عندهم تقني، اللي اكيد يتخطى 70% من الطلاب تقنيين. يعني لو كان تقني مش اكاديمي ولكن يتسلل بالشهاده وشهادته معترف فيها ومحترمه، من صح. هون ما بيعود في عيب انه يحمل شهاده تقنيه. بينما لانه بلبنان نحن بعد ما وصلنا لعمليه التقييم للشهاده التقنيه عم تخلق اشكاليه بالمجتمع، خاصه نحن مجتمع بنحب البهرجه والشو اوف وشوفه الحال، للاسف هذا مجتمعنا ما بدنا يعني ما نتخبى رغم كل اللي فيه. مرقنا فيه كان المفروض شوي ننزل عشان نتواضع نتفة صغيرة شوي، ولكن يا ريت يا ريت، يعني انا بقول من بعد هالجائحه واللي مرقنا فيه واللي عم نشوفه اليوم على الطرقات بلبنان ومن هيك، ان ما بعرف يعني في نوع من سكينوفرين بالشعب اللبناني صراحه، بيشتكي من الفقر ومن التعتير ومن العوز، وانه في بتلاقيه على اخر النهار يعني بتشوفي قصص بتتعجبي انه كيف، وهذا كمان من مالي نيجاتيف الوجه ومن مالي الحلو. بوزيتيف، انه سيرفايفر، نحن شعب مقاوم، لو ما هيك فعلا اللي مرق بهالسنتين ثلاثة علينا، لو ما نحن شعب هيك بنحب الحياة ومناضلين بطبيعتنا، كانت مستوياتنا المجتمعية والمجتمع اللبناني بحالة كارثية. أنا برأيي كتر الحمد خير لله، الله، بدنا نقول الحمد لله وكتر نرجع خير بنقول الله. بدنا نضوي على إنجازاتنا، نعم بدنا نقول في برافو. طاقة أمل، في بوادر أمل كتيرة، إن أردنا إن وجدنا الإرادة في طاقات أمل كتيرة، وهيدي الطاقة اليوم التكنولوجية اللي موجودين فيها نحن اليوم بهذا العصر التكنولوجي، فسحة أمل للإضاءة على اسم لبنان، لرفع اسم لبنان مجددا وعاليا بالمحافل الدولية التعليمية، لأنه هاي مسابقة تعليمية نعم تربوية منا مسابقة عادية. مهنية أو نعم بي نعم بي بي بقطاع معين. إذا لدينا فرصة، بتمنى على الكل يتصلوا بالأمان العام، يتصلوا بحب يتصل بالمدارس. وبدي أشير شغلة هون كتير أساسية، إنه الثلاثة الأوائل للمصادفة السنة هن من أي هن مدرسة؟ من مدرسة سانكور ترابلس، ثلاثتهم من نفس برافو المدرسة، برافو ذات المدرسة ثلاث أشخاص، هذه برافو يعني مصادفة كتير مهمة. وبدي برافو أشكر رئيس المدرسة سور برافو جورجيت برجيلي، الأستاذ اللي كان عم يشارك ويتابع مع التلاميذ. بدي أشكر الأساتذة كمان بالمدارس الكاثوليكية كلها اللي تابعت مع التلاميذ وتعبت وحصدنا مراكز كتيرة غير هول المراكز. ولكن بدي أشير هون إنه يعني في صدفة طبعا، وفي تعب وفي حظ كمان، إنه ثلاثة بنفس المدرسة، وهذا الشيء كمان بيعطي إكسبوجر كتير كبير أكيد للمدرسة وللمسؤولين عن المدرسة. يعطيهم ألف عافية، وإلى نجاح وتقدم أكثر وأكثر. آمين يا رب، ويعطيكم ألف عافية كمان، وتضلوا رافعين اسم لبنان بالعالي دايما. أنا بعد أخيرا بس كمان بدي أشكر الأمين العام للمدارس أكيد الكاثوليكية الداعم والمتابع الأول، والأمين العام للمدارس الكاثوليكية بأعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء الهيئة العامة كمان، يلي داعمينا ويلي دايما بيكونوا محمسين وداعمين ومشجعين لهيك مسابقات وهيك شغل تكنولوجي بكل المدارس. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بتحصدوا كل الجوائز، لأنه أنتم طبعا بتستحقوها، تعبكم يعني إلا ما يظهر بمكان ما، وإن شاء الله هالطاقة الصغيرة تبع التكنولوجيا تصير إن الله راد باب واسع بينقلنا للتطور والمواكبة بإذن الله. للبيئة. شكرا لك أستاذ جوزيف. مشاهدينا بريك ومنكمل معكم.